يا خيبتك يا صباح، يا حظك الاسود يا شرهان، يا حظك المهبب يا صباح، جت الحزينة تفرح ما لقيت لهاش مطرح، طارت الشغلانة امو 5000 جنيه، المنحوس منحوس ولو علقوا على راسه فانوس. بابي فين؟ انتوا عملتوا فيه ايه؟ اهدي يا نيلي، باباكي كويس موجود جوه مع الدكتور. انت بتتكلمي ليه اصلا؟ مش كفايه اللي حصل بسببكو؟ مش انت اللي بتسالي؟ انا هوديكوا في داهيه انتوا الاثنين، هحبسكوا. بقول لك ايه يا بت انت، انا مش عايزه اغلط فيكي عشان خاطر الراجل اللي مرمي جوه، بس انا ممكن ارسلك راس ولا ورق الخاص. خالتي احنا في المستشفى، مش هينفع نرص هنا. لا معلش، لو سمحتي سيبيها، لو انت قد كلمتك فعلا اتفضلي رسيلي دلوقتي وانا اكلم لك البوليس تيجي ياخدك انت والخس اللي هترسيه ده. وسعي كده. تعالى يا بت. مالك يا بابي؟ الناس المتخلفه دي عملت فيك ايه؟ ما تحاسبي على كلامك يا بت انت. هو عنده ايه لو سمحتي؟ هتعرفي كل حاجه من الدكتور اهو. جه. مساء الخير يا جماعه. ايه الاخبار يا دكتور؟ والله تعبان جدا، بقالي يومين صاحي ورجلي مش قادر ادوس عليها، بس ما تخافيش عليا هبقى كويس. خاف عليك ايه؟ وانا اعرفك اصلا؟ انا بسالك عن بابي. استاذ عبد الله؟ لا ده هيخف، ده ما تقلقيش عليه، هو بس اول ما جه كان حالته تصعب على الكافر. جابوا له دكتور البطنه كشف عليه وكلموني، جابوني وانا يا دوب لسه داخل انام. اصلا انا كان بقالي 36 ساعه ما نمتش. انت اسمك ايه؟ نيلي. بقالي 36 ساعه ما نمتش يا نيلي، غير موضوع رجلي ده اللي مش قادر اقف عليها، ورغم كده جيت. وجيت له عملت ايه بقى؟ عملت اشعاعات وتحاليل وكل اللازم. وايه اخبار التحاليل؟ والله في مشاكل، اليوريك اسيد طلع عالي جدا، وغالبا هو ده اللي عامل لي الوجع في رجلي. انا كنت محتار في رجلي ده ما بين اليوريك اسيد ولا الكروكس الجديد اللي هو المخطط ده. انا مالي انا ومال رجلك وقرفك؟ انا بسالك عن بابي، تعبان كويس، محتاج يرتاح، محتاج دواء. دواء؟ سعاد ازاي ما تفكرنيش بالدواء؟ نسيت تدي بابي الدواء؟ لا نسيت انا اخد الدواء، كان المفروض اخده من ساعتين. مالكش دعوه بنفسك انت، انا بسالك عن بابي، هو حالته ايه؟ استاذ عبد الله؟ لا ده هيخف، بقول لك المشكله فيا انا. سعاد اديني السماعه. لا سمعت الموبايل، عايز اطمن على الاولاد. يا خبر خير؟ ساعتي مأخرة جامد. ما تقلقيش عليه، هو بس لخبط في الاكل شويه. لخبط في الاكل ازاي؟ كلت ايه؟ والله ما كلت حاجه من الصبح، ده انا اصلا بصحى من نجمه عشان اجي المستشفى لان انا ساكن في العاشر. يخرب بيتك انت، انا مش بسالك انت، بساله هو. اكلوك ايه الناس المتخلفه دي؟ الله، طب وانا مالي؟ هو اللي اتفس وكل طبق المخاصي كله لوحده. يعني ايه مخاصي؟ اه؟ ايه يا جماعه مش بتردوا ليه؟ يعني ايه مخاصي؟ ايه مخاصي دي يا دكتور؟ طب دي اشرحها لها ازاي دي؟ قول لها. اقول لك عادي؟ ايوه قول. مخاصي؟ انت ازاي تقول لي كده؟ وانت يا ست يا قليلة الادب، ازاي تاكلي بابي الحاجات دي؟ لا بقى. لا يا خالتي سيبيها لي انا. طب معلش يا جماعه، يعني قبل ما تتخانقوا استاذن انا بس عشان عندي معاد دكتور، تبقى كلمني. ها يعني هقوم بالسلامه واجي لك. خد بالك من نفسك. حاضر. بقول لك ايه يا بت انت، انت تتكلمي معانا عدل بدل ما اديكي قلم اتففك سنانك. على فكره انا كمان ممكن اديكي قلم اتففك ودانك. ايه الهبل ده؟ مفيش حاجه اسمها تففك ودانك اصلا. هو اصلا مفيش حاجه كمان اسمها تففك سنانك، الناس بتف تفاف عادي كده تفوق. بس كفاك وقرف انتوا الاثنين. نيلي انا بقيت كويس. لا يا بابي انت مش كويس، عن اذنكم بقى عشان بابي محتاج يرتاح. ليه؟ اتفضلي خدي، خدي لك ميكروباص بقى ولا توك توك ولا الحاجات اللي بتركبوها دي، وانت والست اللي معاكي دي اتفضلي. لا حبيبتي خليهم لك، ينفعوكي تشتري بيهم شيرز ولا حاجه بدل الجاكيته المقزعره اللي انت لابساها دي. مقزعره؟ انت عارفه الجاكيت دي براند ايه اصلا؟ ايه يعني؟ برشكا؟ برشكا؟ الجاكيت دي حبيبتي تشتريكي انت والشارع بتاعك كله. ليه ان شاء الله؟ جاكيته ولا مزرعه في الصحراوي؟ يا بنات مش كده، كفاياكم مزاكفه. بابي انت تسكت خالص بالحاجات الغريبه اللي انت كلتها دي من فضلك. نيلي انت حبيبتي اللي بدأتي. يعني انت معاهم عليا تاني؟ انا مع الحق. اوكي يا بابي نتحاسب في البيت، وكفايه كده عشان ما اقولكش حاجه تانيه قدامهم. باي باي. انا اسفه والله يا عمو، يعني هي اللي ابتدت، بس كان لازم ارد عليها. لا حبيبتي مفيش حاجه، انت عارفه نيلي عصبيه بس بتطلع تطلع وبتنزل على ما فيش. لا 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 لا، اذا كانت ردت عليك انت شخصيا مش معقول، يعني دي قليله الادب، دي ما تربتش ربع ساعه.
ما انا بقول لك هي عصبيه. لا 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 يا عمو، لا ما ينفعش بصراحه، عماله تهزقك قدام الناس. بصراحه حضرتك قليت في نظري جامد، مش معقول خليتك هزق. يا بنتي قلبها ابيض والله ما تقصدش. خلاص بقى يا شريان ما تسكتي بقى. سلامتك يا سي عبد الله، انا مكسوفه من روحي قوي. الزهر يا اخويا ان انا تقلت عليك. انت اللي مكسوفه. انا اللي مكسوف قوي. سرقت منك وامتى؟ في كلام مهم قوي. ملحوق، استريح انت بس يومين تلاتة في البيت وصلوا بطولك كده وبعدين نبقى نكمل كلام. لا بيتي اللي استريح فيه، انا هنزل الشغل فورا. سمعت الدكتور قال ان انا كويس. ده غير سيبك من الدكاترة دي كمان، يعني انا اول ما انزل الشغل هكلم الدكتور بتاعي، الدكتور ربيع، احسن دكتور في مصر، هيجي يتابع الحالة. لا تنزل الشغل ازاي وانت تعبان كده؟ خلاص يا خالتي بيقولك هينزل الشغل، وانا ان شاء الله من بكرة هنزل استلم الشغل بإذن الله، وبعدين هراعي عمي واديله الدواء في ميعاده. خلاص يا خالتي. اذا كان كده معلش، خلاص بقى اللي تشوفوه. الحمد لله على سلامتك يا سي عبد الله. الله يسلمك. انا هبقى عدي عليك في المكتب عشان اطمن عليك. تنوري الدنيا كلها يا ست صباح. تعيش يا سي عبد الله. سلامتك يا اخويا، الف سلامة. الله يسلمك يا غالية. بعد اذنك. مع السلامة يا عمو، الف سلامة. خد بالك من روحك يا سي عبد الله. شوف بكره الدواء في ميعاده يا سي عبد الله. وبعدها لك صباح.